بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. التقينا في هذه الحلقة والتطرق إلى درس المقاومة الوطنية للسنة الرابعة متوسطة. تابعوا معنا الشرح. الإشكال أو المشكلة: لقد أدت السياسة الاستعمارية التي انتهجتها السياسة الفرنسية إلى رد فعل قوي من طرف أبناء الجزائر من مقاومة مسلحة وأخرى فكرية سياسية. تجدد المقاومة الوطنية: مزج الشعب الجزائري في مقاومته للاحتلال الفرنسي عدة أشكال من المقاومات، من بينها المسلحة والفكرية والسياسية، أي مزج عدة أشكال، أي قاومة بعدة أنواع وعدة أساليب للسياسة الفرنسية، من بين هذه المقاومات المسلحة أي باستعمال السلاح، والفكرية والسياسية. أولا، المقاومة المسلحة: رغم محاولة الاستعمار الفرنسي إخماد المقاومة في عدة مناطق من الوطن إلى أنها تجددت واستمرت إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، أي المقاومات الشعبية في عدة مناطق من الوطن حاول الاستعمار إخمادها وإيقافها، ولكنها تجددت واستمرت إلى نهاية الحرب العالمية الأولى. ومن أهم هذه المقاومات مقاومة محمد بن تومي بوشوشة. قادها محمد بن تومي بوشوشة من 1864 إلى 1874. مجلها المكاني كانت في عين صالح ووسوف وبعض المناطق الأخرى. مقاومة صبيحية: قادها جيش الصبيحية سنة 1870، حمدية وطارف وسوق أهراس إضافة إلى مناطق أخرى. مقاومة معمامة: محمد العربي معمامة، تاريخها 1880 إلى 1906. مجالها المكاني إقليم الغرب الجزائري شمالا وجنوبا، أي كل الغرب الجزائري. الانتفاضات: تعددت الانتفاضات ضد الواقع الذي فرضته فرنسا سواء بشكلها الجماعي أو الفردي. ألف الجماعي: مثل انتفاضة قسنطينة، انتفاضة الرماة بالحراش، انتفاضة 8 ماي 1945 بسطيف وقلمة وخراطة، انتفاضة دوار السطح ببسا. أو الشكل الفردي: ظهر على شكل تمرد أفراد على القوانين الفرنسية، خاصة التجنيد الإجباري. نعلم أن فرنسا أظهرت قانون التجنيد الإجباري، وهو ضم الشعب الجزائري إلى الجيش الفرنسي بقوة بقانون، مثل انتفاضة مسعود بن زلمان. ثانيا، المقاومة الفكرية والسياسية: بدأها حمدان خوجة وزملائه في الثلاثينيات، حيث أسس لجنة المغاربة، وذهبت هذه المقاومة في اتجاهين. ألف المحافظين: من أبرز قادته عبد القادر مجاوي وعمر رسم، حيث ارتكزت دعوتهم على معارضة الفكر الغربي والتجنيد الإجباري مع المحافظة على القيم الإسلامية. ب النخبة: اتجاه النخبة، من أبرز قادته ابن التهامي وأحمد بن إسماعيل، دعوا إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان مع ضرورة المحافظة على القيم الإسلامية. من أبرز قادته كانوا ذو جنسية ذو ثقافة فرنسية من أصل جزائري، أي مسلم فرنسي. الصحافة لعبت دورا كبيرا في نشر الوعي القومي وإيقاظ الضمير الإسلامي للسكان أو للمجاهدين، من أبرزها العروة الوثقى لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، جريدة الجزائر لعمر راسم، الفاروق لعمر بن قدور. إضافة إلى الجمعيات والنوادي، ظهرت على مطلع القرن العشرين العديد من الجمعيات والنوادي، منها نادي صالح باي 1908، الجمعية الراشدية 1902، الجمعية التوفيقية 1908.